في واحدة من نتائج وتداعيات الأزمة الاقتصادية في لبنان، ارتفعت أسعار المحروقات مرة جديدة بنسبة 15% وفق ما أعلنت وزارة الطاقة اللبنانية، بعدما ارتفعت الأسعار في اليومين الماضيين بنسبة 35%. سنحاول التحدث مع بعض المنتظرين هنا. يعطيك العافية، دائلك ناطر. صرنا شو ساعة زمان. شو رأيك بالأسعار الجديدة اللي صدرت اليوم؟ والله بتجنن، حلوة هلا بتجنن، حديد الآن بتجنن هلا، بس يعملوها ب 200,000 ومطلوقة بالعجة أصبر. مين المسؤول عن هيدي الأزمة؟ يا خي ما معروف حدا مسؤول، إذا في مسؤول كانت انحلت. ما في مسؤول على هاي الأزمة. قد إيه لك ناطر؟ صار لي من 6:30، يعني شي 5 ساعات تقريبا. 5 ساعات تقريبا. شو رأيك بالأسعار الجديدة؟ اليوم ارتفعت الأسعار. رأيي ما عندي رأي صراحة، يعني ليش؟ عذابه عم بيزيد، عرفت كيف؟ اكتئابه عم بيزيد، موت بطيء وعم بيزيد. شكراً. إذن من المتوقع أن تؤثر هذه الزيادة الكبيرة في أسعار المحروقات على مختلف القطاعات والمجالات، وتفضي إلى زيادة كبيرة في الأسعار، وبالتالي تزيد من ثقل الأزمة على المواطنين. جوني تونيوس، الجزيرة، بيروت.